فبدت تتوتر وما ادري ايش تحاول تدق الجرس. وين يا بنيه ما في احد في البيت اسرع عشان تدقين الجرس. ما ادري الجوال مو موجود. حاولت رجعت للصيدليه لقيت الصيدلي قال والله ما اقدر اسوي لك شيء يا اختي روحي شوفي كلمي اي احد. طلعت برا في الشارع لقيت في بقاله كم حشويه فلوس فراحت البقاله شرت فيها مويه شرت فيها شوي عصاير ترطب على نفسها. حياكم الله. هذا شخص خلونا نتفق ان اسمه فراس. فراس هذا متزوج من امراه خلونا نقول ان اسمها مثلا نجلاء. فراس كان يعمل في شركه وكان مرتبه الشهري جدا ممتاز وكانت حياته اليوميه جدا جدا ممتازه. وكان روتينه اليومي انه يعني حتى كان روتينه جيد حقيقة. يعني كثير من الناس ممكن يطمحون أن يصلون إلى مثل روتين فراس إن كان ممتاز ويعتبر قدوة لكثير من الناس في مسألة الروتين اليومي. كان يصحى الصباح طبعا بعد ما يصلي الفجر يتوجه مباشرة للنادي ثم من بعد النادي يفطر ويتوكل على الله الدوامة ثم ينتهي من دوامة تقريبا قبل المغرب أو قريب المغرب وبعد ذلك يرجع للبيت. وكان دائما يجد زوجته نجلاء دائما في انتظاره وترحب بزوجته وتستقبله أحسن استقبال. بعد مدة جاء الفراس ونجلاء رزقهم الله سبحانه وتعالى بمولودة سموها مثلا خلونا نتفق أن اسمها أسماء. بعد مدة أسماء هذه كبرت وصار عمرها 6 سنوات وبدت تدخل الروضة وخلصت من الروضة ثم دخلت الابتدائي. أسماء كان عندها مرض وراثي كان عندها مشكلة وكانت مصابة يعني عافانا الله وإياكم بمرض السكر. وكان يعني المرض اللي فيها مو السكر العادي وإنما أعلى درجات السكر أعلى درجات مرض السكر وكانت تحتاج إلى عناية فائقة في مسألة التغذية أيضا في تلقي الجرعات العلاجية وما إلى ذلك. كانت نجلاء قائمة بواجبها تجاه ابنتها في مسألة العناية والاهتمام والدراسة وما إلى ذلك. كانت أيضا أسماء درجاتها جدا ممتازة في المدرسة. طبعا خلصت من الروضة ثم دخلت أولى ابتدائي ثم ثاني ابتدائي ثم ثالث ابتدائي. في ثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي تقريبا يا ثالث أو رابع أسماء يعني شوي شد عليها المرض وكانت شوي يعني تحتاج إلى عناية أكثر من اللازم. فيوم من الأيام رجع فراس من عمله وكان في ذلك اليوم فراس مضغوط بشكل كبير جدا. كان المدير ضاغطه في عمله وكان عندهم ضغط شوي. فرجع وكانت يعني اخلاقه قافله معه ما وده يكلم احد ما وده يسولف مع احد يبي بس يجلس لوحده يبي يشوف الضغط اللي يعني اصابه بسبب هالعمل هذا بسبب المدير الجديد اللي الان يعني صار مدير عليه يبي يعني ينعزل لوحده. فكانت نجلاء تطلب من الطلبات بالله يجيب لي كذا سوي لي كذا بالله يروح يجيب أغراض أسماء ابنتنا أسماء بالله يجيب كذا البيت يحتاج البيت. فهنا قفل معه فراس وقال أقول لك شيء الوضع هنا ما يخارج أنا أرى أنك لابد أنك تروح البيت أهلك. قالت نجلاء كيف كذا شطر ده البايخة هذه كذا على طول روح البيت أهلك. قال اسمي يا بنت حلال أنا ما أبغى أبداً أشوفك اليوم هذا أو بكرة أو بعده ولا أبغى أشوف حتى بنتك عندي هنا الله يرضى عليك تروحي البيت أهلك. وكانت أسماء تقريباً عمرها تقريباً 10 سنوات أو 11 سنة. يوم شافت نجلاء أن زوجها فراس كان يعني حازم في هذا الأمر فما وده أن تصعد الموضوع وبالفعل راحت البيت أهلها. ثاني يوم فراس غاب عن الدوام لأن كانت نجلاء مي موجودة في البيت. وكان البيت خاوي من القلب اللي يحييه. فراس كان متعود سنوات طويلة أنه اللي تصحيه من النوم نجلاء هي اللي تسوي له كل شيء بخدوم محمول مكفول. فجأة كذا
صارت نجلة مية بالبيت، وفجأة كذا كان عصى حتى هو يعني يعاني من ضغط في العمل فغاب. هنا مديره فصل عليه، فصل عليه فصلة الله لا يوريكم. انضغط في راس بسبب هالفصلة هذه. نجلة بدأت تواصل معه ثاني يوم ثالث يوم كيف الوضع، مرة مقفل. للأسف أن الخلاف بين فراس ونجلة تصاعد إلى أن رأى فراس أنه ما يقدر يكمل مع نجلة، مع أن المفروض أنه في هذا الموقف أنه يعرف قيمة نجلة ويعرف قيمة زوجته. والمفروض بعد ما شاف أن مديره فصل عليه بسبب أنه غاب وكان نايم في البيت بسبب أنه كان سهران ويفكر ما في أحد صحاه، المفروض أنه يعرف قيمة زوجته. فللأسف قرر فراس أنه يطلق زوجته، طلقها، وثق الطلاق. نجلة كانت تتوقع أنه يعني فراس ممكن يراجعها أثناء العدة، انتظرت، للأسف انتهت العدة ولم يراجعها فراس، وكان للأسف فراس يعني مندفع جدا في هذا القرار، وكان قرار خاطئ حتى على صعيد حياته. كانت نجلة يا جماعة الخير طيبة وما عندها أي مشكلة ومتسامحة. فبعد ما انتهت عدة نجلة، طبعا الآن بنتكلم عن موضوع أسماء، أسماء كانت عند نجلة. فبعد ما انتهت عدة نجلة، بعد مدة وجيزة تقدم نجلة شخص وتزوج نجلة وقبلت فيه نجلة، وكان رجل يعني جيد، أخلاقه جيدة وأموره طيبة، يعني ما عليه قصور. فبعد ما تزوجته نجلة اتصل عليها فراس، قال شوف يا بنت الحلال، طيب الآن أسماء وش وضعها؟ كيف أسماء وبنتي تروح تتربى عند شخص غريب؟ قالت طيب أنت وش اللي تبغاه؟ قال فراس أنا أبغى حضانة أسماء. قالت خلاص ما عندي أي مشكلة، بس انتبه ترى البنت تحتاج إلى عناية، انتبه، المسألة مسؤولية عظيمة ستحاسب عليها أمام الله، البنت تحتاج إلى عناية، أنت تعرف المرض اللي هي مصابة فيه وتحتاج إلى العناية اللي أنت تعرفها، أنا قائمة بالواجب، فإذا أنت ما تقدر كرما من الآن وضح لي، قول والله ترى أنا ماني بكفو لهالمهمة هذه، وخصوصا دوامك أنت أصلا تطلع من الصباح ما ترجع إلا قريب المغرب وقريب العصر. فقال أقول لا يكثر وأعطيني البنت وإن شاء الله خير. كان في راس سلوبه حازم جدا، وكان فيه شوي يعني هجومية شوي بسبب غير مبرر. يعني نجلة قالت أبى أتوكل على الله على بركة الله، البنت أصلا ما عندها مشكلة عندي ولا عندك. بالفعل قام فراس وراح البيت نجلة وأخذ أسماء وأخذ أغراضها وأخذ الإبر الخاصة بها والأعالجة، وكان عنده يعني خلفية في مسألة كيف تتعاطى هي الإبر وكيف الخطة العلاجية وكيف كيف كيف كل الأمور هذه يعرفها فراس. يعني مر أول يوم، مر ثاني يوم، مر ثالث يوم، كان فراس هو اللي يعطي أسماء الإبر والعلاجات الخاصة بها، وكان يتابع. مع ضغط العمل بدأ فراس يقصر في الموضوع. بعدين طبعا أسماء الآن تقريبا في صف رابع ابتدائي، فكانت تخرج المدرسة وترجع، غالبا أبوها مو موجود، فيروح هو يتصل عليها، ها خذيتي الإبرة؟ إيوه لا تنسين، يلا يا بنتي، بهذه الطريقة. مع الوقت بدأ فراس يقول شوفي يا أسماء، أنت الآن مرة كبيرة، خلاص أنت الآن في رابع ابتدائي، أنت لابد تعتمدين على نفسك، خلاص الإبر أنت تعرفين أنك أنت عندك الجرعة الفلانية في الوقت الفلاني، لابد تأخذينها بالمقدار الفلاني وهكذا، وعندك جرعتين أو ثلاث في اليوم لابد أنك تأخذينها في أوقات معينة، خلاص أنت عرفي الجرعات دي، مو بلازم أنا قد أتابع وراك، أنا مضغوط ترى في العمل. هنا فراس بدأ يخل بالتزامه ووعده النجلة للأسف. أسماء مغلوب على أمرها فقالت أبد ما عندي مشكلة، أبشر يا أبويا. بالفعل بدأت أسمى في أول الأيام هي اللي تعطي جرعاتها بنفسها، إلى أن جاء ذاك اليوم اللي رجعت فيه أسمى للبيت. ركزوا معي الآن تبدأ أحداث القصة المشيقة الحقيقة، وهي اللي يعني نتعظ منها ونعتبر منها. هنا رجعت أسمى من البيت للبيت من المدرسة، كانت تقريبا في الساعة واحدة، طبعا أبوها مو موجود، فراحت فتحت الدرج كذا على أساس أنها بتلقى يعني الجرعات الخاصة بعلاج السكر، بحثت والله ما لقت، مخلصة كلها مخلصة. هي ما انتبهت، ليش ما انتبهت؟ لأن أبوها ما كان يراقب.
بحثت بحثت بحثت، قالت يمكن ألقى جرعة على الأقل، يعني هذا وقتها الآن، والوقت اللي بعده قريب المغرب، أبوي يكون جاء يجيب لي على الأقل. ما 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 وجدت. راح اتصلت على أبوها، أبوها يبدو أنه كان في اجتماع وكذا، أنه ما رد. قلت إيش أسوي الحين أنا يا ربي يا ربي إيش أسوي؟ قالت أقول خليني أروح للصيدلية واشتريها. طبعا يا جماعة خير، بنت عمرها 11 أو 10 سنوات في رابع ابتدائي، هي تعرف اسم العلاج وكذا، فراحت للصيدلية خذت فلوس، كان فيه فلوس كاش تقريبا 150 ريال، فأخذت هالمبلغ هذا وراحت للصيدلية على أساس أنها تشتري الجرعة خاصة بها، وهي تعرف مكان الصيدلية. في يوم طلعت وسكر الباب وراها، نسيت تأخذ المفتاح معها، فراحت واشترت الجرعة، راحت للصيدلية وكذا ودلت الدرب يعني اشترت الجرعة. يوم جت ترجع يعني كأنها ضيعت الطريق مدري ايش، المهم مع الوقت كذا ومع الربكة يعني هداها الله للطريق. يوم جت ترجع وصرت عند الباب، لا والله المفتاح مو موجود. والساعة كم؟ الساعة في ذاك الوقت كانت تقريبا الساعة 2:15 2:30 في عز القائلة شمس. انت بتاخذ جرعتها، والجرعة كانت جرعة لابد انك تحطها في قالب علشان تقدر يعني عشان مريض السكر الله يعافينا وياكم يقدر يتعاطاها. فالقالب جوا، حتى الجرعة الآن تتأخر عليها. فبدت تتوتر وما ادري ايش، تحاول تدق الجرس، وين يا بنية ما في احد في البيت اصلا عشان تدقين الجرس، ما ادري الجوال مو موجود، حاولت تبحث. رجعت للصيدلية لقيت الصيدلية، الصيدلي قال والله ما اقدر اسوي لك شيء يا اختي، روحي شوفي كلمي اي احد. طلعت برا في الشارع لقيت في بقالة كمها شوية فلوس، فراحت البقالة شرت فيها موية، شرت فيها شوية عصاير ترطب على نفسها، واقفة عند باب البقالة وقاعدة تبكي. يوم شافت الموقف وصعوبة الموقف وحرارة الشمس والناس رايحين وجايين وعمال بدت ترتبك وبكت. هنا في هاللحظة هذه يا جماعة الخير صار موقف. فاللحظة هذه يا جماعة الخير وأسماء قاعدة تبكي ووضعها جدا محزن، لا والله ذاك الرجال اللي أقبل عليها رجال كفو، اسمه يا جماعة الخير يجمد على الشارب، رجال كفو كفو بما تعنيه الكريم معنا. ما شاف البنت وهي تبكي قال يا رجال مهي بنتي بالطقاق طز، لا هذه طفل ومسؤوليتها مسؤولية كل من يشوفها مسؤول عنها. فجاء ليش يا بنتي ايش فيكي ايش اسمك؟ قال والله انا اسمي اسماء. ايش فيكي وين بيتك وين قالت انا بيتي هنا. طيب وين امك؟ قالت انا امي منفصله عن ابوي. طيب وين؟ طيب يلا تعالي خلينا نروح. المهم ما للاسف راحوا البيت، لا والله البيت مقفل، حاول منا حاول على الاقل يشوف لحل يقفز او كذا يفتح الباب، ما في امل. هنا يوم شاف الرجال يعني يوم شاف ان الوضع بهذا الحد قال لا هنا لابد اني ابلغ الجهات الامنيه، وبالفعل اتصل على الشرطه. الشرطه جزاهم الله خير ارسلوا دوريه للمكان ان فيه طفل تائه ويتعرض لايذاء واهمال، ان الباب مغلق وهو برا في الشارع في وقت في عز الظهيره، وبنت تعتبر يعني صغيره في السن ما تقدر تعتمد على نفسها. جاءت الدوريه و قالوا شو اسمك؟ قالت انا اسمي فلانه كذا، عندك رقم ابوك؟ قالت نعم. قلت خلاص تعالي يلا، وكلموا الاخ اللي كان يعني اللي وقف على الموقف قال جيبها لنا المركز الشرطه. وبالفعل اتصلوا على دار الرعايه، دار الرعايه جاء فريق مختص احتووا البنت يعني استقبلوها استقبال جيد بها علشان ما ترتبك عشان ما تخاف مركز الشرطه وكذا، تعرفون بنات بالعمر هذا ممكن انها ترتبك او كذا، إذا قالت أني أنا بروح مركز الشرطة تحس أنها ممكن هي متهمة في أمر، هي بريئة ما لها أي دخل. فجاءوا مركز الرعاية ودار الرعاية واهتموا فيها واللجنة الأسرية التابعة للوزارة، فقاموا بها وقاموا برعايتها على أفضل يعني أفضل حال. بعد ذلك اتصلوا الشرطة على فراس، السلام عليكم. رد فراس، السلام عليكم فراس، نعم تعال لنا مركز الشرطة فلانية تعال. ليش؟ قالوا بنتك عندنا تعال. ايش جاب بنتي عندكم ايش الوضع؟ قالوا يا ابن الحلال ان شاء الله ما صار لك الخير تعال. يوم جاء فراس قالوا يا حبيبي البنت صار كذا كذا، علبوها القصة كاملة. قال كيف؟ اي والله هي اتصلت علي بس انا ما توقعت ان نظر فيها، ليش يا بنتي تطلعين برا في الشارع؟ ما يصلح يا بابا كيف كذا؟
قالت والله يا بابا انا العلاج حقي خلص ورحت اجيب بعدين اتصلت عليك ونسيت انا مفتاح واتصلت عليك انت ما رديت علي. وكان اصلا جوالي جوا ونسيت حتى الجوال ونسيت المفتاح فكنت متوتره. بعد ذلك قام رجل الامن الضابط المسؤول والمناط بهذه القضيه بفتح محضر وسماع اقوال فراس وفقا لنظام حمايه الطفل بانه متهم في مخالفه نظام حمايه الطفل في اهماله لاسماء وقيامه برعايتها الرعايه السيئه التي لا تفي بمتطلبات هذا الطفل. اجاب فراس على الدعوه ثم احيل للنيابه العامه. طبعا ما كان الجريمه غير موجبه للتوقيف يا جماعه الخير، فاحيل للنيابه العامه بعد مده. اتصلوا عليه النيابه وحققوا معه، نعم اجاب، قال نعم هذه بنتي وتحت رعايتي وانا عندي الحضانه وكذا وكذا الى اخره. بعدها تم اتهام فراس بمخالفه نظام حمايه الطفل واحيل بسبب ذلك الى المحكمه الجزائيه. عندما جاءت الدعوة إلى المحكمة الجزائية وتم عرض الدعوة على فراس، فراس أقر بما في الدعوة وأنه نعم حاضن لهذا الطفل أو لهذه البنت القاصر، وأنه كان في عمله وأنه ما كان يقصد وما إلى ذلك. كانت أجوبته جدا ركيكة، وأقر بأنه بالفعل أهمل، بس ما قال لا أنا أهملت، بس ولكن أقر بواقعة الإهمال، أني أنا نعم كنت في العمل وأني أنا أخليها وأن هي اللي تتعاطى عالجتها بنفسها وما إلى ذلك. هنا حكم القاضي بسجن فراس مدة 4 أشهر. كان السجن يا جماعة الخير رأفة يعني من القاضي جزاه الله خير وبحال البنت كون أنه هو الحاضن لها، وحتى الآن لم تقم دعوة أو لم تقام دعوة حضانة من شخص كفو للحضانة، فأوقف القاضي تنفيذ كامل المدة. واعترض فراس على الحكم أمام محكمة الاستئناف وأيد الحكم من محكمة الاستئناف وأيد أيضا من المحكمة العليا. فراس يا جماعة الخير بموجب هذا الحكم، طبعا نجلة اتصلت على فراس قالت وش الموضوع؟ سمعنا ان بنتنا رايحة لمركز الشرطة وش الوضع؟ قال لا مدري ايش، بدا يتلخبط وبدا يتلعثم. قالت اسمع تجيب لي البنت، قال لا ماني بجيب. هنا فراس ركب راسه. قالت ايه ما راح تجيبها؟ طيب انا اوريك. بموجب الحكم هذا إدانة فراس، قامت نجلة برفع دعوى حضانة ضد فراس، وبموجب هذا الحكم حكم القاضي بثبوت حضانة أو الحكم بإلزام فراس بتسليم القاصر لنجلة، وأن الحضانة مناطة بنجلة كونها الأم بالرغم من أن نجلة متزوجة، ومع ذلك حكم القاضي بسبب ثبوت التقصير في الحاضن الأول. الحضانة يا جماعة الخير مسؤولية، وإذا صار لا قدر الله طلاق بين يعني طلاق بين الزوجين فأرجوكم أرجوكم لا يصل الموضوع للأبناء. الخلافات اللي بينكم تحلونها، أنتم كبار والحل إن شاء الله عند الله ثم عندكم. بس ولكن الأبناء لا يتولى الحضانة إلا كفو لها، فانتبهوا. الله يحفظكم ونراكم على خير إن شاء الله في قصة قريبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.